بالتطور جبال جديد، طموحاتنا تكبر وفينا همم، وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. البداية تقول دخلت القناة وأنت خاطرك في الإقد، وهذا هو جاك يا حبيبي، جعل بالعافية على قلبك، جعل ربي يوفقك ويحقق لك مبتغاك. من خالتك أم مبارك. نسيت اسمه. هذا يا أخواني خالة حبيبنا مهذل، عسى ربي يوفقه. شفت لك استانست، بيعطيك باور إن شاء الله في ديانتي زيادة، عسى ربي يغنيها ويكثر خيرها ويجزاها خير. يعني من الحين بدأنا في مسألة الهدايا والعلوم الزينة، مبكرين والله ما شاء الله عليكم. كفو والله كفو ما شاء الله. احنا العاده البرامج الماضيه ترى تجي الهدايا متاخره شوي، بس يبدو انه شافوا رجالتي عالي الله يبارك فقالوا خلونا من بدري معهم، ولا لا؟ تستاهلون والله تستاهلون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في ثاني حلقات مساءات في برنامج البزنس 3 على قناة الواقع الفضائية. اليوم بإذن الله يكون لقاء خفيف ولطيف وتفاعلي وجميل مع ضيفنا المتألق دوما الشيخ فهد العطلة. يا مرحبا ومسهلا بك. الله يسعدك يبارك فيك أبو غالي. الله يحييك. أنا سعيد جدا بلقائك ولقاء أيضا الشباب المتسابقين. الله يحييك. الله يجزاكم خير. برنامج سكريبت 2 كان الشيخ تقريبا من آخر الضيوف اللي جوني في البرنامج، وكان اللقاء جدا رائع وجميل، لكن ما أخذ الوقت الكافي من الحديث عنه، فصار فيه مطالبات من بعض المتابعين أنه هل عنوان تحديدا أو هل موضوع لابد أن يعطى مساحة كافية من الكلام والنقاش والحديث حوله. ليش؟ اليوم يا شباب كل واحد فيكم لا شك أنه له تأثير اليوم على اللي يتابعونه. التأثير هذا في الغالب نقول إن شاء الله أنه إيجابي، لكن مرات يكون تأثير إيش؟ سلبي. لكن نحسب ان شاء الله الحاضرين تاثيرهم باذن الله ان بيكون ايجابي. هذا التاثير